وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية وما تترقبه من اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقراره لرفع الفائدة، ينضم إلينا أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أسعد الله صباحك أحمد. يعني هذا الأسبوع واليوم أيضا نترقب بالنسبة لقرار الفيدرالي الأمريكي يوم غد بالنسبة لمعدلات الفائدة اللي عم بتسعرها الأسواق برفع بقرابة 25 نقطة أساس، لكن الأبرز هو ما بعد عملية هذه الرفع. ما هو المتوقع من الفيدرالي في ظل المعطيات والبيانات الاقتصادية اللي عم نشهدها اليوم والمخاوف من أزمة القطاع المصرفي؟ صباح الخير سالي ورولا. نعم، بالنظر إلى قرار الفيدرالي قد يكون قرار الفيدرالي المتوقع 25 نقطة أساس بات وارد، احتمال أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق سابقا، مع سقوط بنك فيرست ريبابليك أو الاستحواذ الذي قد حصل. بكل تأكيد المخاوف من العدم المصرفية مستمرة جدا، تجديد إلى شروط الائتمان قد توازي أيضا عملية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. عند النظر إلى الأرقام الاقتصادية أيضا، فأرقام التضخم لا تزال مرتفعة، تحديدا هنا سالي أرقام التضخم الأساسي لا تزال مرتفعة 5.6%، رقم لا يزال بعيد كل البعد عن مستهدف الفيدرالي الأمريكي. لو نظرنا أيضا إلى المجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال المجلس منقسم، لكن بالنظر إلى النظرة الصقورية في المجلس عند الدراسة سلوكيا، فبكل تأكيد جيروم باول كان قد ذكر في أحد تصريحاته بأن بول فولكر هو أحد الرؤساء التنفيذيين أو رؤساء المجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يعجبون جيروم باول، فبكل تأكيد عند التحليل السلوكي فقد يكون جيروم باول مستمر بنظرة رفع أسعار الفائدة، فقد تكون احتمالية التلميح أيضا بأن تخفيض أسعار الفائدة غير وارد في الفترة القادمة. بكل تأكيد الأسواق تنتظر نبرة الفيدرالي الأمريكي في تحديد دورة تجديد السياسة النقدية أين سوف تنتهي. فيما لو الفيدرالي الأمريكي أو فيما لو جيروم باول أشار بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة وارد، فعلى ما أعتقد هنا سوف تصبح صدمة في الأسواق، لأنه غير متوقع نوعا ما بالنسبة للمستثمرين. احتمالية رفعه بالنسبة للصناديق صناديق الفيدرالي الأمريكي متوقع، أيضا عوائد السندات تسعر إمكانية تخفيض أسعار الفائدة مع هذه السنة، لكن بناء على كلام الفيدرالي الأمريكي أو نبرة الفيدرالي الأمريكي فيما سبق بأنهم متجهين على عمليات رفع أسعار الفائدة بناء على الأرقام الاقتصادية، فعلى ما أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج المزيد من تجديد السياسة النقدية، حتى لو كان أن هناك انهيار مصرفي يحتاج الفيدرالي الأمريكي ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الفترة القادمة. على ما أعتقد 25 نقطة أساس في شهر 5 ممكنة، التلميح بشكل بسيط في البيان بأن لا يوجد هناك عمليات تخفيض أسعار فائدة في هذا العام وارد جدا بالنسبة لبيان الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع السابق. طيب سيد أحمد، كما تعلم بأنه يعني محاولات رفع أسعار الفائدة هي لوقف التضخم الكبير، وبالتالي المقترض سيفكر مرتين قبل أن يقترض، وسيحول هذه الأموال التي موجودة في السوق وترفع الطلب وبالتالي تزيد التضخم سيرفعها إلى الودائع. نشهد أيضا حركة نزوح من الودائع للودائع من البنوك الصغيرة إلى البنوك الكبيرة، وهذا ما خلق مجددا الأزمة والتي كان آخرها طبعا ضحيتها فيرست ريبوبليك. إلى أي حد تعتقد أن نمو الودائع في البنوك الكبيرة سيكون مفرط؟ سبب الأولاني رفع أسعار الفائدة، والثاني هو عملية الخشية من إبقاء الودائع في هذه البنوك. نعم رولا، بالنظر إلى أسعار الفوائد بكل تأكيد لها تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية الحالية، تأثير كبير على أزمة المصارف، لكن الفيدرال الأمريكي أو حتى الـFDIC استمروا بالتنويه بأن ما حصل. حتى وزارة الخزانة بالأمس ذكرت بأن الحالة فيرست ريبابليك وسيليكون فالي بانك هي حالات فردية، حالات مخاطرة مستمرة من البنوك نفسها. نعم، نزوح الودائع من البنوك الصغرى إلى البنوك الكبرى بكل تأكيد واقعي منطقي جدا رولا، بالنظر إلى أن أزمة اقتصادية في بنوك صغيرة فبكل تأكيد المستثمرين يبحثون على الأمان. لكن هل الولايات المتحدة الأمريكية أو الاقتصاد الأمريكي قادر على دعم البنوك واستمرار دعم البنوك فيما لو حصل كارثة كبرى؟ فيرست ريبابليك بانك على سبيل المثال هو ثاني أكبر فشل بنكي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فبكل تأكيد بنك كبير جدا، انهيار مصرفي آخر قد يزيد الأوضاع سوءا في الفترة القادمة. نعم، النزوح أو انتقال الودائع من البنوك الصغرى إلى البنوك الكبرى قد يكون وارد ومستمر في الفترة القادمة. على ما أعتقد التقرير قد ذكر بأن 70% بالنسبة لودائع البنوك الصغرى قد تم فقدانها إلى البنوك الكبرى، فالشكل منطقي واقعي جدا من البحث عن الأمان رولا.
نعم أحمد، أيضا عم نترقب قرار المركزي الأوروبي برفع الفائدة، ولاحظنا أيضا هناك دعوات كانت من صندوق النقد الدولي أيضا لاستمرار رفع الفائدة لحين كبح التضخم والعودة للمستهدفات المطلوبة. برأيك ما هو السيناريو المتوقع؟ هل سنستمر برفع معدلات الفائدة من قبل المركزي الأوروبي كما شاهدناه في الاجتماع الأخير بواقع 50 نقطة أساس أيضا؟ نعم ساري، على ما أعتقد بالنسبة للأرقام الاقتصادية الموجودة في منطقة اليورو وحتى الدول الأوروبا فرادى، التضخم قد سجل بعض الانخفاض، انخفاض ليس كبير. بعد قليل أيضا قراءة التضخم المتوقعة والأولية قد يسجل بعض الارتفاعات من 6.9% إلى 7%. على ما أعتقد استمرار أرقام التضخم يدفع بنك أوروبا لمزيد من عمليات رفع الفائدة، لكن بنك أوروبا 26 عضو في بنك أوروبا، على ما أعتقد أن هناك انقسام كبير أيضا في التصويت في المرحلة الأخيرة على رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. عدد جيد منهم نيوترال وعدد جيد منهم بالنسبة للتصويت لعمليات ثبات أسعار الفائدة، فعلى ما أعتقد 25 نقطة أساس بالنسبة للأرقام الأخيرة واستمرار دورة تجديد السياسة النقدية في بنك أوروبا لفترة أطول مع متابعة الأرقام الاقتصادية مع متابعة النمو. جدير بالذكر سالي أن النمو يسجل أرقام متدنية في منطقة اليورو 0.1 وقبلها ثبات عند 0%، فالنمو يعتبر أرقام سيئة جدا بالنسبة لمنطقة اليورو. فعلى ما أعتقد بأن 25 نقطة أساس ومتابعة رقم التضخم مع النمو مهم جدا، خوفا طبعا من عدم العثور على السوفت لاندينج والتوجه أيضا إلى الهارد لاندينج في الفترة القادمة فيما لو دخل النمو في مرحلة سلبية. ف25 نقطة أساس على ما أعتقد بناء على التحليل السلوكي بناء على تحليل الأرقام الاقتصادية على ما أعتقد أنه وارد سالي. نعم، ونشكرك ضيفنا سيد أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.